ودلوقتي سريعا تعالوا نشوف مع بعض اهم العناوين اللي هنتابعها النهارده في حلقتنا. الاهلي يستجمع قواه قبل السفر للجزائر. كارترون مواجهه سطيف صعبه ولكننا قادرون على الفوز. الفريق يتدرب مرتين على ملعب مباراه وفاق سطيف. بعثة المنتخب تعود من سوازيلاند بعد التأهل لأمم أفريقيا. رسميا مصر تواجه تونس على ملعب برج العرب. فيرمينو محمد صلاح يستحق ما وصل إليه. وفريق يد الأهلي يغادر المغرب متوجه للكوت ديفوار.